هلا المبادره رقم 5 من هاي المحاضره بدنا نحكي عن الازيرشنز. الازيرشنز وهلا بنقول شيء على فكره انا شرحت ثلثين الازيرشنز شرحتهم في الاول بيسكس، بس بدنا نذكر بشغلتين صغار اللي هم الانديفيدوال ايكواليتي والانديفيدوال ايكواليتي. شو يعني انديفيدوال ايكواليتي؟ لا انا بدي اجي اقول انه في عندي الانستنس الفلاني هو نفس الانستنس الثاني كله. نو يعني مش كله غير اكزاكتلي ذا سيم. يعني www.beerz.edu و www.beerz.ps they are referring to the same individual. صح؟ two URLs referring to the same individual. يعني نقدر نقول two keys, two primary keys بس هم لنفس الايش؟ الاوبجكت. يعني هذا الاوبجكت هو نفسه، يعني الاوبجكت اللي على امازون اللي سلاش اورينتاليزم سلاش ادوارد بلا بلا كذا 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 هو نفسه زي اللي في ويكيبيديا سلاش اورينتاليزم نفس الانستنس. او في عندي كلاس اسمه سوري مش كلاس انديفيدوال اسمه كذا وهذا الانديفيدوال نفس الثاني. ليه؟ هلا دائما بجيب الامتحان وتذكروا ها دائما بجيب الامتحان بقول لك وين الطلاب بيغلطوا بهي الشغله؟ لا بسموه كوفيلنت كلاس. تذكروا يا شباب هاي مش كوفيلنت كلاس. هلا اذا كانت كلاس بنسميها كوفيلنت كلاس، واذا كانت انديفيدوالز او انستنسز شو بنسميها؟ سيم اس. ها حتى في الشامل بجيبها. عشان اورجيك يعني ليه عشان اذكرك انه هاي الكلاس شيء والانستنس شيء ثاني. في اي سؤال لحد الان على هاي؟ بسيطة جدا. هلا بدنا نتعلم شغلة ثانية الديفرنت فرام. هلا اخذنا ديسجوينت كلاس صح؟ كلاس وكلاس ديسجوينت. هل في انديفيدوال وانديفيدوال ديسجوينت؟ لا بس المهم مش disjoint اسمه هذا الاشي different from هذا الاشي انه هذا هاي different from بين instances مش بين classes. فهاي different from نحطها بين instances. في اي سؤال؟ في اي سؤال؟ انا عندي سؤال. أنو بيجيب لي تطبيق على هاي؟ ليه بيلزم هذا الكلام؟ إن نقول ديفرنت فرام. هلا بيلزم إني أقول سيم أز؟ بتلزم ضروري جدا. السيم أز هاي على فكرة هذه الدنيا كلها لأن هاي لينكد أوبن داتا كل الإشي فيها على سيم أز. يعني أنت عندك مثلا في أمازون وعندك في ويكيبيديا بتروح الامازون كل شيء يو ار اي لها بتقول كمان بدور عليه في ويكيبيديا وبتقول اوكي هذا الشيء عندكم يا ويكيبيديا هو نفس اللي عندكم. هلا ديفرنت فرام ليش تلزم؟ تشابه اسماء مثلا مشان يبعدون بعض. او حدا بنتحيل شخصيه حدا يستخدم هاي هي بالضبط هاي اللي بنسميها سبامين على السيمانتيك ويب سبامز. هلا ليتر يو نو بيجي احمد بيقول http.ahmad.bs ها is same as www.jarrar.info اللي هو انا الويب سايت تبعي. حط انه احنا ايش؟ same as. على فكره ما دام حط same as معناته كل شيء انحكى عن الانستنس تبعه وانحكى عن الانستنس تبعي والبيميرس صح؟ هو حط على الموقع تبعه هيك، في حدا بيقدر يمنعه؟ في حدا بيقدر يوقفه؟
هو أصلاً حر بدون أهله. مظبوط؟ هو حر. فعشان ما حدش ينتحل شخصية فلان، يعني إذا في واحد بده يجي ينتحل شخصيتي، فشو بجي أقول أنا؟ عندي أنا بقول it's different different. different different يعني معناته كل الحكي، كل واحد كل الحكي اللي انحكى عن بعض هسه بجوز تيجي تقول لي اوكي طب واحد في سيف آز وفي ديفرنت ديفرنت واني اني الصح اني الاقوى اني ما فيش اقوى اي عاد بصير ستاتستيكال هون بس انه هذا الكونستراكت بيلزم ان نعمل تفريق بين تو انستنسز يعني احد تطبيقاته انه ما حدش يعمل سبامين على الانترنت بالطريقه كذا كذا طب في ديفرنت فروم اول ما ايش يعني مثلا www.mustafajarrah.com تفرض اي شيء ثاني لا عشان ما حداش يعمل ما هي باي ديفولت هي المفروض باي ديفولت يعني هي باي ديفولت اه اوكي يعني قصدك انه فيش غيرها اه فيش لا فيش فيش بدك تسميهم واحد واحد دكتور انت حطيت ديفرنت فروم واحد ثاني حط سيم از انه بده ياخذ ايه هذا جاوبته ما لا هون فيش حل يعني اول ما بتعطي حل لهي القضايا هلا بصير انت عاد اوكي بدك تحسبي وتقولي اوكي يعني احد الافكار يعني دوري على ستاتستكس انه جزء له ترست اعلى انه كذا بس ما فيش حل في اول يعني اذا في حلول بس ما لها علاقه كلغة أي أول تركيب أو لغة بس هي أول لغة أنت بتقول فيها اللي بدك إياه